الاهرامات. تعرف حد اتصاب او اعتقل او استشهد؟ اعرف لينا الزمايلي. لا لا الصراحه. هو في ابن المدرسه بتاعتي بس اعرف واحد استشهد. احنا عندنا 4 في المنطقه عندنا استشهدوا، كانوا في 4 كانوا موجودين هناك. اعرف ناس كتيره، في ناس اتصابوا وفي ناس استشهدوا وفي ناس دلوقتي معتقله. اعرف حد اعتقل. لا جارنا. بعرف ناس قريبين من حضرتنا وساكنين جنبنا وجيراننا. انا كان ليا واحد صاحبي كنت اعرفه، هو ما يعني ما ليش دعوه بالاخوان. لا ليا واحد صاحبي كان معايا في الكليه اسمه محمد انس، هو فعلا هو مش صاحبي قوي يعني، بس سمعت ان هو عندنا في الكليه اسمه محمد انس اتوفى. غير ان في كمان يعني ناس صحابي يعني عن طريق صحابي تانيين بيتوفوا، في ناس كتير منهم ماتوا في 4 وفي النهضه. كانوا ارهابيين خالص، مش عارفين ولا اليوم في اي حاجه اصلا، والنص اصلا يعني مش نصهم ده، يمكن كمان كل اللي ماتوا الارهابيين ولا اي حاجه. لا مش ارهابيين، بس هو ناس ما تتذنب ناس تانية خالص ضحكوا عليها. تعرفوا ان هو مش يعني مش ارهابي يعني او حاجه زي كده؟ لا ما كانش ارهابي خالص. لا مش ارهابيين خالص، يعني ارهابيين ازاي يعني؟ لا لان انا للاسف انا عارفاهم كويس جدا، وانا عارفه ان هم ناس محترمه جدا وعارفه ربنا كويس وبتتقي الله وكل حاجه يعني. حد محترم جدا 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 جدا، وحد عنده هدف، وحد عارفه من الشباب اللي بجد مصر لازم يكون كلنا كده زي احمد جمعه. ما اقدرش اقول ان هم ارهابيين، بس على حسب يعني لو في حد اعتقل توفى في 4 او حاجه، احنا بنقول دلوقتي طب هي الحكومه او الشرطه بلغت يا جماعه اخرجوا، ما خرجوش ليه؟ ما كان الاول سلمي، طب ما خرجوش ليه؟ لا ارهابيين ما لو اعرف على المستوى الشخصي، لا ما فيش ارهابيين على المستوى، لا اللي انا في واحد اعتقل انا اعرفه على المستوى الشخصي تماما، بالعكس ده ناس بسيطه وبتفكر بطريقه بسيطه، شايفه بس عايز تنزل تشوف برضو الدنيا فيها ايه، تعرف الناس المعتصمه ليه، حتى لو معتصمه الناس اللي تدافع عن رايي، الناس عندها راي وعايزه تدافع عنه بس كده مش اكتر. لا 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 خالص، يعني ناس عاديين جدا يعني اللي هو ننزل عادي نشوف الدنيا فيها ايه وبس. لا مش ارهابيين، بس برضو يعني احنا ناس ما كناش نتفاهم معاهم يعني، حتى بتحس انه في شيء معين هم مصممين عليه يعني ما بتفهموش مع حد، بس مش ارهابيين يعني. لا مش ارهابيين يعني، انا في ناس مقربين جدا لينا بنعرفهم وجيراننا كويسين جدا وبيصلوا ناس محترمه واتاخدوا من بيوتهم ظلم. انت شايف الناس اللي ماتت او اعتقلت دي يعني دمها في رقبه مين؟ يعني دمها مش في رقبه حد، اصل ببساطه يعني انا دلوقتي نزل واحد بسلاح فطبيعي ان انا يترد عليا بسلاح، بس المسؤول عن الاحداث كلها الفضل العصام، سواء كان الجيش او الشرطه او المسؤول عن البلد دلوقتي في الوقت الحالي. دمها في رقبه اللي ضحكوا عليها، دمها في رقبه اللي قتلها بصراحه يعني، ايا يكن بقى جيش بصراحه يعني جيش داخليه، اصل دول الناس اللي دخلوا عليهم. دمها في رقبه السيسي ودمها في رقبه مرسي والقيادات الاخوان، اكيد في رقبه اللي ماسكين البلد حاليا. ما اقدرش اقول في رقبه مين، بس في كل الاطراف غلطانين، كل الاطراف سواء كانوا اخوان او جيش مش عارفه ايه كلنا غلطانين. دمهم في رقبه اقول لك ايه اللي دخل في دماغهم حاجات غلط. كفض اعتصام من وجهه نظر الحكومه كان لازم يتفض، تمام. دمها في رقبه مين، اكيد كان في نزاع بين الطرفين، اكيد كان في ضرب من الطرفين، اكيد مات هنا ومات هنا. دمها في رقبه سيسي، دمهم في رقبه الناس اللي هي سخرتهم او وجهتهم طريقه غلط. في رقبه الجيش مش في رقبه حد تاني. استشهد ده بذنب مين؟ هو ده الارهابي؟ لا ده مش ارهابي، مش هو ده الارهاب، هو الانقلاب، هو الارهاب بس، هو ده ببساطه كده.